ينضم إلينا من دمشق طارق الأحمد رئيس الدائرة الخارجية والإعلامية في المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي. سيد طارق مرحبا بك. تحية سوريا، تحياتي لك وللمشاهدين. شكرا. يعني أتمنى أنك سمعت ما جاء في تقريرنا عن تركيا وما تقوم به في تلك المناطق التي تحتلها الآن، ما رأيك أنت بذلك؟ نعم صحيح، سمعت تقريركم وأنا كان يراودني أثناء سماعي للتقرير هو أحد منطقين. يعني هناك في هذا العالم مئات الدول المسجلة في الأمم المتحدة والتي لها مندوبون والتي لها سفراء متبادلون، وبالتالي هذه الدول عليها أن تحكم إلى القانون الحديث وشرعة الأمم المتحدة وما اتفق عليه مؤخرا بين دول العالم على أن يكون هناك احترام لسيادات الدول. النمط الآخر هو شريعة الغاب واحتلال الدول الأخرى، وكما جاء في تقريركم وضع سياسات لتغيير الهويات والمعالم، هذا كله خرق لقانون الأمم المتحدة. أنا لا أتحدث هذا الموضوع فقط من منطق بأن الأمم المتحدة هي التي سوف تدافع، أنا لست واهما في هذا الإطار. أنا ما أريد أن أريده بأنه يمكن أن يكون هناك سكوت لفترة أو وضع ما مؤقت لموضوع تحاول الدولة التركية أن تكون فيها تتذاكى إذا صح التعبير على سوريا أو على باقي دول العالم، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر طويلا لأنه سوف يجعل تركيا من دولة مارقة في هذا الأمر، وسوف تتعرض إلى أنها تعد من الدول التي تخرق القوانين، وهذا الأمر بصراحة سوف يمهد لأن الدول المارقة سوف تتعرض إلى أن تتلقى المقاومة بكل أنواعها، كل أنواع المقاومة من المقاومة العسكرية إلى المقاومة المدنية إلى كل أنواع المقاومة، يعني ما جاء على لساني الآن كل أنواع المقاومة التي هي مشروعة وفق قانون الأمم المتحدة سوف تكون مشروعة من أجل تحرير كل الأراضي، لسبب وهو أن المنطق الطبيعي هو أن جميع الأراضي السورية يجب أن تخضع لسيادة الدولة السورية الواحدة. طيب، يعني قلت بأن التواجد التركي لن يدوم طويلا، ولكن بحسب ما تقوم به تركيا الآن يبدو هناك عدم نية يعني للخروج من تلك المناطق. سيد طارق، أنا لم أقل أبدا بأن عدم التواجد الطويل التركي هو سوف يأتي بدافع من حسن النية التركي، أنا أقول بأن هذا الأمر سوف يخلق وضعا شاذا على المدى الطويل يجعل من تركيا دولة احتلال، هي أصلا كانت دولة احتلال للواء اسكندرون، لكن هذا الأمر تم أثناء الانتداب الفرنسي على سوريا، وبالتالي لم يكن عند استقلال سوريا له نفس الوضع، لكن الآن يصبح لواء اسكندرون محتلا، كيليكيا محتلة من قبل تركيا، وأيضا هذه المناطق الجديدة جرابلس الباب مناطق إدلب إلى آخره، كل تلك المناطق تصبح محتلة. نعم. وبالتالي تصبح كما قلت لك المقاومة بكل أشكالها هي التي ستخرج تركيا، ولم أقل أبدا بأن تركيا من تلقاء نفسها هي التي سوف، هذه المقاومة طبعا تتدرج إلى أنواع عديدة. الآن العالم يضغط علينا، يضغط علينا بالحصار الاقتصادي، يضغط علينا بهذا الصلف تجاه العالم، العالم هذا الإعراب، لاحظي بأن هذه الدول العربية واحدة تلو الأخرى، الآن الأردن دخل في جو من المجهول، وبالتالي ما الذي يحدث؟ الذي يحدث بأن العالم كل العالم دول العالم تجاهلها للاستقرار في المنطقة سوف يجعل من جسد المنطقة يحترق قطعة قطعة، وبالتالي هذا الأمر إما أنه سوف يفضي إلى حروب كبيرة في المنطقة أو أنه سيفضي إلى تسويات واستقرار، وفي التسوية في كلا الحالتين، الحالة الأولى إذا حدثت حروب بصراحة ما
منطق التاريخ يقول بأن الحروب يمكن أن تبدأ، يعني يمكن أن تبدأ بها، ولا أحد يستطيع أن يتكهن كيف سيخرج منها. أدولف هتلر عندما بدأ الحرب العالمية الثانية باحتلال بولونيا واحتلال فرنسا، هو كانت حساباته بأنه سوف يحتل العالم وهو الزعيم الأكبر، لكنه خرج مهزوما. نعم طيب سيد طارق، عذرا على المقاطعة. نعم عذرا على المقاطعة. طيب دمشق أيضا تعتبر هذا التواجد التركي احتلال، طيب إلى الآن لماذا لم تتحرك وتوقف هذه الانتهاكات؟ أنا بجوابي السابق كان متضمنا جزءا من الجواب، لكن سأجيبك بشكل أوضح. طيب دمشق لديها أولويات، تذكرون حتى على قناتكم كنا نتحدث، كانت مناطق جوبر محتلة. نعم. مناطق القابون محتلة. نعم. مناطق هي قرب العاصمة دمشق محتلة، ومع ذلك كان هناك مثلا قتال له أولوية في حلب أو في دير الزور. ولا أقول بأن هناك منطقة أغلى من منطقة، لكن الحرب هذه التي فرضت على سوريا فيها أولويات بالقتال. الآن دمشق وما حولها حتى حلب حتى حمص أصبحت محررة تماما من الإرهاب، وبالتالي أنا أقول لك أنه شيئا فشيئا وقطعة قطعة سوف تذهب تتفرغ دمشق لتحرير المناطق بكل الوسائل. المسألة مسألة وقت فقط. نعم أشكرك جزيل الشكر طارق الأحمد، رئيس الدائرة الخارجية والإعلامية في المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي، على كل هذه التوضيحات. كنت معنا من دمشق.